ترقب من هنا على مشارف الضاحية الجنوبية بعد ليل وصف بالأعنف ليلة أمس خلال هذا الأسبوع الذي شهد بطبيعة الحال وتيرة غير مسبوقة من التصعيد الإسرائيلي، إن كان على الضاحية وإن كان خرج منها من تخوم الضاحية ليصل إلى مشارفها. مشارف الضاحية عند مناطق مختلطة بطبيعة الحال كانت هناك أسفرت عن قلق كبير وأزمة نزوحة أيضا، خاصة لجهة الغارة التي سجلت على عين الرماني على تماس على الشياح عين الرماني ليلة أمس والتي أثارت حالة من الهلع بطبيعة الحال، لأن هذه المنطقة المختلطة والتي أصلا هي منطقة حساسة بنسيجها الاجتماعي والطائفي. هذا الأمر وهذا التصعيد الإسرائيلي أمس انعكس أيضا على غارتين طلاء وسط بيروت في مناطق بعيدة كانت عن الاستهدافات في مناطق سكنية وكثيفة وتستقبل إضافة إلى ساكنيها أيضا أعداد كبيرة من النازحين. نتحدث عن رأس النبع التي كانت الغارة الإسرائيلية تستهدف فيها وقتلت محمد عفيف المسؤول الإعلامي في حزب الله، وأيضا الغارة الأخرى على مارلياس حصيلة ليلة أمس من القتلى في بيروت تخطت أو رست على 8 أشخاص مقابل عشرات الجرحى. هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي أيضا على وقع المفاوضات التي تستمر والتي كان من المفترض أن يكون آخرها المرحلة النهائية لصياغة البيان أو الرد اللبناني على المسودة الأمريكية، قبل أن يأتي الخبر قبل قليل لأن هوكستين سوف يؤجل زيارته إلى بيروت بانتظار صدور هذا الرد. تأكد هذا الخبر هنا لأن التصعيد على تأكد أنه سيؤجل من أوساط الرئيس نبيه بري حتى الساعة أوساط الرئيس نبيه بري حتى الساعة لم تؤكد هذا الخبر الذي نشرته أكسس قبل قليل وقالت أن هوكشتين أبلغ بري بالأمر، ولكن المتوقع أن بري سيكون له لقاء في هذه الأثناء أو بعدها قليلا مع الرئيس نجيب مقاتي للبحث بآخر التفاصيل حول هذه المسودة قبيل تسليمها لهوكشتين الذي كان يفترض أن يأتي غدا في وقت كان المراقبون يرون أن هذا التصعيد الذي شهده لبنان وشهدته الضاحية الجنوبية إنما هو يدخل في إطار من اثنين، إما إسرائيل تسعى لنسف هذا الاقتراح الأمريكي تمهيدا لاستمرار هذه الحرب وكسب المزيد من المكاسب، إما أنها ستلجأ إلى هذا التصعيد بغية تحصيل 17-01 وفق بعض من شروطها، خاصة أن أوساط نبيه بري كانت تحدثت خلال الساعات الماضية وأيضا خلال الأيام الماضية عن إيجابية خلال هذه المسودة التي كان هناك نوع من الإجماع على معظم بنودها وبعض البنود التي تحتاج مزيدا من التفصيل أو الإيضاحات وأيضا تحفظ على بند وهو يتعلق باللجنة المراقبة لهذا الحدود والتي بحسب المسودة التي بين يدين بري يتم إضافة الألمان والإنجليز إليها وهو ما تحفظ عليه الجانب اللبناني وطلب مزيد من الإيضاحات عن البند المتعلق بالدفاع عن النفس لكلا الطرفين ونعني هنا إسرائيل ولبنان. غير عن ذلك معظم بنود هذه الاتفاقية 13 كانت موضوع رضا من قبل نبيه بري وهذا ما نقله إلى زواره طيلة هذا اليوم. الخبر الذي صدر عن أكسس قبل قليل والذي لم تؤكده بعد مصادر عين التيني والتي لم تؤكد أن الرئيس بري تلقى اتصالا من هذا النوع، نبقى أمام موضوع مفتوح وأسبوع حافل يحدد مسار هذه الحرب وهذا التصعيد.